فهمتي واحد القضيه كاع العرب كاهضر على العرب تخبر كيديروا لالجيري هكا طافيغوش ولكن الرئيس ديال لالجيري ما على بالو عايق بيهم كلشي على الغازوان اخباركم اخوتي انا في الطوموبيل تروامو انا في الطوموبيل ما كاينش الغازوان نقطه ديال الغازوان ما كاينه ما يقدروش يجمعوا عليهم بحال داروا العراق وليبيا لالجيري صعيبه قلتها لكم في فيديوهات ما يقدروا ليهمش ايه نقسم لكم بالله الى لوروب بالسلاح لالجيري بلاش والله ما يقدروا انا قال لكم دينيرو ما يقدروش ماشي باسكو كنحب كنبغيكم لا سي لا فيريتي الشعب مخلطه صح فين ما مشيت تلقى الشعب الجزائري في كيبا كاين الجزائر كولومبيا كاين الجزائر الارجنتين كاين الجزائر لوروب ديال الجزائر بغيتوها ولا كرهتوها ما مكتوباتش ولكن في الريوز الجزائر لوروب ديالها بترول كتسمع بترول مش انا اللي قلت بترول هو اللي كيهضر بترول والغاز دابا انا طلب الى حابزه نمشي على الماكرو حزاق ما عنده والو مازال صغير الو لالجيري يجيبوني الغاز والمازوط بخير سي بوغ سا لا كوب دي مون انولي باش نمشيو السينيغال في الطياره بالماء عطا بلت السينيغال والكاميرا الو لالجيري وي عندكم الغازوان وي با شيف صدقة بسبيل الله سينيغال كاميرون بلاتي نعطيكم مقرعة ديال الماء عامرة بليسوس كل واحد جمع قريعة بس توصلوا القطار ثم مرات لازم صعيبة دابا في هذا الوقت ما كاينين الحيس لجيري مهبولة يا خو عايشين بخير لجيري ماشي ليبيا ولا العراق قول لهم يهجموا عليهم